سوي غادي يقرر انه يدير مقلب الطلاق في الزوجه ديالو ابتسام اللي كتعتبر من اخطر المقالب في القناه. هادشي ما جاش فكره من عند العزاوبه، المتتبعين ديالو هما اللي يطلبوا في التعاليق باش يدير بحال هاد المقالب. وفي الاخر ديال الفيديو غادي نكتشفوا رده فعل ابتسام على هاد المقلب الخطير. اول حاجه غادي يبدا بها الزاوي هاد المقلب، وهو انه غادي يتفق هو وهشام باش يقدوا البلاصه ديال التصوير. المقلب لقيت احسن حل نديرو هو نصور بهاد الكاميرا ديال البيسي حيت ديما كتكون محطوطه تما. اييه ومالك انت فرحان؟ المقلب غنديرو لختك. اييه وخاكك فرحان. ودابا غادي يحاول انه يخبي اي حاجه عندها علاقه بالتصوير باش ملي تكون ابتسام معاه ما تعيق بوالو. ولا كانت شاعله اذا راه الكاميرا كتصور. غادي نستعملو اخوتي هاد الصباغه هادي ديال الضفار الكحله ولا هاد الفيتر باش نخليو هاد البطونه الخضراء تبان في اللون الاسود. احنا ديبانيناها خوتي، ما بقاتش كتبان في اللون الاخضر. كلشي واجد دابا يا هشام، كلشي واجد. والحاجه اللي غادي تخلي هاد المقلب يطلع اسطوري، وهو ان الزاوي سيمانه كامله هو تيعصف مراته على قبل هاد الفيديو. تخيلوا معايا خوتي واحد القضيه، مده هادي تقريبا شي 15 يوم شنو كندير لابتسامه هشام؟ وكتعصبها كل شويه، معصب كل شويه داير فيها. علاش اخوتي؟ حيت ملي قلتوا لي دير مقلب ابتسام باش يصدق المقلب، ما جاتش نجي نقول لها بغيت نطلقوا. استغفر الله. 15 يوم وانا كنجبد معاها المشاكل، كندور فيها قدام مالي نطاق، ولكن العائله كامله في راسها بالله هادشي كامل باش ندير لها مقلب في واحد النهار ونعصبها. ولكن الزاوي ما طلعش ساهل، وخلى اختو الهام مع ابتسام باش تعطلها مده طويله، ومنها يزيد يتعصب عليها اكثر. يلا تقضي معايا في سوق الحد شي على عيب وكذا. علاش اخوتي؟ حيت موجد ليها واحد المفاجاه هربانه، دار ديال عائله مكه، اجي تشوفوا شنو موجد ليها. ليتس جو. ومع ذلك مخلي ليها واحد المفاجاه اللي غادي تعجبها بزاف، ولكن حتى يسالي المقلب. بلاتي بلاتي المهم اخوتي، جيت للدار ديال عائله مكه كما كتشوفوا الدقائق هي واجدين، كنتسناو البيفيت يوجد، ولكن في نفس الوقت كنتفرجوا في الماتش ديال المنتخب. لاعب المنتخب سير اخوتي بلاتيات. اصدقاء هذا جزء من المفاجاه. اش كدير انت تما؟ جيت حدا العواصر. اي عاوتاني على العواصر. المهم اخوتي كاين عصير ديال الليمون وعصير ديال الخوخ. شنو كيعجبك انت بزاف؟ انا كيعجبني كلشي ولكن الليمون. اي ما تشربش دابا. واهني انا لا ماشي دابا وما كاينش كيسال بحالاش غتشرب؟ غندير فمي ندير فمي. واش تبسط لي ومكة وتسوي على قدام الناس؟ ويلي ويلي. كيف ما كتعرفوا ان اي مفاجاه خص تكون معها الهدايا ديالها، وهذاك الشيء اللي دار الزاوينيت. نعطيوها هدايا واعرين. اول هديه جبدها وريها لهم. جبدها ايفون. ايفون شنو؟ 13 برو ماكس. و14 برو ماكس. اويلي. اي غنعطيو لابتسام هديه ايفون 14 برو ماكس. وانا متاكد ان هذه الهديه غتسطي ابتسام ديالو بصح. هنا يا خوتي كاين واحد الكولي ناضي هربان فيه طوانق وفيه كلشي. مهم هاد الهديه اخوتي ملي غتشوفها ابتسام غتحماق ديالو بصح. واخيرا اللحظه اللي كيستناها كلشي، ابتسام طلعت من الدروج والعزاوي غادي يدير راسو مقصر الجيم، وشويه غادي يبدا يعيط عليها باش تجي لها عنده. ابتسام اجي. مالك؟ كيفاش مالك؟ وخلعتيني ما كتغيضها. علاش تعطلتو 4 سوايع؟ يلا جايه. وبلا ما كنا كنتخداو. سدي الباب واش نقول لك؟ سدي الباب. هاني صافي طيرتيها مني خلعك واش خلعتيهم؟ وعلاش علاش تعطلتي؟ علاش تعطلتي؟ كنت خدام ابراهيم الله يهديك. ريحي بغيت نهضر معاك. ريحي. اش بغيتي؟ وريحي بغيت نهضر معاك. انا راه كنتسناك غاتجي من قبيله. صافي انا طلع لي هادشي في راسي. جلسي الارض. هاني مالنا؟ شوفي هادشي اللي غنهضر معاك فيه دابا غنهضر معاك فيه، دخلي راسك منطقيا، ما تدخليش عاطفيا. هضر قول. غنجيك من الاخر، ما نبقاش نمشيو نجي في الهضره. قربي لي انا باش تسمعي اش كنقول. قربي. شنو؟ باش بلا ما يسمعوا راه مالي نطار. شنو؟ انا وياك هاد المده لا حتى شي حاجه، ما بقيناش مفاهمين. ما شنو لخص؟ ما تمرضنيش. لخص شنو؟ انا وليتي غير معصب. ماشي ما بقيناش نفهم. انت اللي وليتي معصب. انت اللي وليتي غير كتغوت ما فهمتكش. راه انت اللي كديري اخطاء كيخلوني نعصب. من الاخر انا وياك ابتسام بغيت نتفاقم. السلام عليكم. ما شنو؟ كيفاش شنو؟ كيفاش نتفاقم؟ ما فهمتش. ما فهمتش. لا شرحي لي. نقولها لك بالدارجه. نقولها لك بالدارجه. بغيت نطلقوا. علاش؟ وصافي طلعتي ليا فراسي مشاكلك، مابقاوش كيسالوك. هذا اول حاجه.
شنو طلعتي ليا فراسي؟ ما فهمتش انا. حتى انا خصني نقول طلعتي ليا فراسي على هذا الحساب. صافي لا طلعت لك فراسك الله يعاون تفاقوا. لا لا انا بقيت باغي نعيش معاك صافي فهميها. ما تغوتش راه بقالك غير تضربني فراسك. واش كتهضر بصح ولا كتضحك؟ واش واكل شي حاجه؟ هاد الهضره كتقولها مخرجها زعما فكرتي مزيان. واش واكل شي حاجه؟ واه هي واكل شي حاجه. انا تصطيت انا حماقي ما بقيتش باغي نعيش معاك صافي. عطيني هاد التيسع عطيني هاد التيسع ما بقيتش باغي نعيش معاك صافي. لا من حبا حقك شدا معايا بحال هكا فراسك. طلعتي ليا فراسي شنو هي؟ طلعتي ليا فراسي راه ما كاينش واحد يقول لي ما طلعتي ليا فراسي وصافي. حيت الا كنتي كتضحك قولها من بالي. حسام ساهله عندنا جوج ولاد غيبقى معايا وغيبقى معاك يانيس وصافي. كما نجي انا ونقول لك ما بقيتش بغيتك. قوليها 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 باش نفكوا هذا الشيء. قوليها انا ما عنديش مشكل. ما غنقولهاش لا راه كيوقعوا مشاكل ديال ما عرفت شحال بيناتنا وما عمرني غادي نقولها حيت كنراعي ولادي والعشره. يلا صافي ما غاديش نعيش معاك انا من الاخر. لا حول ولا قوه الا بالله. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. واش عارف راسك اش كتقول؟ راه لا علاقه هاد الصوره لا علاقه. ما خصكش تقدم. الله يعاونك كاع اجي هنا كاع. الله يعاونك صافي اجي كاهضر معاك. تجمع اخوتي الصوره في التليفون. كيف ما شفتوا ابتسام تعصبات هادشي اللي خلاها تدخل لبيتها وتكملها بالبكاء. دابا ملي شتي التليفون عرفتي بلا هادشي كامل مقلب. اي اختي وحق الله جات تخربيق. وراه ماشي انا راه كيقولوا لي في كومونتيرات. انا ما شفت كومونتير. فين شفت انا شي كومونتير؟ واش شفتي راه ما يمكنش. ابتسام والله ما قلب وحق الله ما مرضتيني. شنو هاد التبرهيج هذا؟ صورنا بالكاميرا ديال البيسين ري الدميعات والله يتحرم عليا. وعرفتي شحال هما كيقولوا دير لها مقلب طلاق دير لها مقلب طلاق اخي صدق. ودابا غادي تجي اللحظه ديال المفاجاه. هشام دابا راه كاين على برا. يلا هشام يلا هشام ابتسام. اي 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 العروسه جات. دا مستعده واجده واجده. يلا حيدي الزيف حيدي الزيف. واحد جوج ثلاثه. واخر حاجه غادي تنتهي بها هاد الحفله واللي هي لحظه تقديم الهدايا. حتى حنا كنا كنتقداو لك الهدايا وكنوجدوا هادشي كامل. واجده واجده مستعده مستحمسه سلبي. يلا يوسف جيب لها الهدايا جيب لها الهدايا. جي عطيها غير وحده هكاك. ها الاولى هذا مال هذا. سير 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 سير. دوك واعر. وانت الصندوق راه ما كايناش غير السلسله تما شوفي شنو كاين. المهم اخوتي حتى نتوما راه عارف بلا كنتو متشوقين تشوفوا. اول حاجه كاين هاد السنيسله زائد شنو اي 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 اي. هادشي مع يدك خطيره يا كاينه. واعر كنعرف نختار ياك. الخاتم شفت الخاتم وعجبني تمنيت يكون بين يدي. وكاين طوين كاع شو الطوانك. شوفي كلهم كولي هو نفس الشكل داكشي فهمتي. انا راه ما كنفهمش ملي تقديتهم قلت الله يعجبوك كيجاو خطيرين. يلا هاكي الصحه والراحه هاكي. دابا غنعطيك الهديه رقم جوج. هاد الهديه غتصدمك ديال بصح كثر من هادي. كثر من هادي يمكن ما كاينش. يلا غمض عينيك. يلا يوسف يلا يوسف يلا يوسف يلا يوسف يلا يوسف. شي جاي كيتسلت تقول سارقوا تقول سارقوا. اولي واحد جوج ثلاثة. لا ما تقولهاش حلف بالله. واش من واحد بدا هذاك؟ شنو هو هذا؟ حاني نقرا. ايفون 14 برو ماكس. كيفاش جاكم المقلب؟ واش زوين وكيستحق المشاهده ولا الفيديو غير تمثيل؟ الا كنتي وصلتي حتى هاد الدقيقه متنساش دير معاك واحد لايك واشتراك للقناه باش يبقى يوصلك بحال هاد الفيديوهات. وتتهلاو ونتلاقاو في حلقه جديده.